تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي ويانج افريكانز في شوط هادئ نسبيا. تاهل الفريقين طغى على الاحداث في الشوط الاول. كابتن شريف، التعادل منطقي لما قدمه الفريقين في الشوط الاول؟ التعادل منطقي للتشكيل اللي انت ابتديت بيه المباراه. انت لو عندك السكواد الاساسي بتاعك اللي هو فيه امام عاشور والراجل رضا سليم وسام ابو علي اللي هو من تفوق المباراه اللي فاتت بهدفين، اعتقد ان احنا كان هيكون عندنا فرص اكتر وكان هيكون عندنا شكل هجومي يقدر يخلص المباراه في اول 45 دقيقه. احنا الفرقه الثانيه رد فعل، انت اللي بتخليها تغلط يعملوا عليك الكاونتر اتاك، الباص بتاعك مش سليم يبقى ليهم وجود في نص الملعب، ولكن انت اللي بايدك انك انت تعمل الضغط اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اول مباراه وتاخد الكره الثانيه وتخلص الحكايه. انت ولا شوطه على الجول، هو في حاجه كده؟ انا بلعب وبعدين ابص الاقي نفسي بيتاخد مني هدف في الشوط الثاني لا قدر الله، والها سنه ورا التعادل عشان اطلع متعادل. ليه انا بعمل في نفسي كده؟ لابد ان يكون في تغيير فوري في الشكل الهجومي يساعد على الاقل اللي بيحصل من محاولات من ناحيه الاطراف ومن ناحيه الحاجات دي. كابتن اسامه، شوط تشعر وكان الفرقتين راضيين بالنتيجه. احنا قلنا قبل الماتش ان الفرقتين وصلوا، هو اللعبه النادي الاهلي بيحاول يحافظ على موضوع انه يبقى اول. هم كسبوا ما كسبوش هم وصلوا برضه. الماتش السيطره تحس ان هي رايحه جايه، يعني ما فيش حد متفوق في السيطره على وسط الملعب. شويه فرقه يانج بتحس ان هم عندهم الاستحواذ والسيطره كويسه، سواء من اوتشو من موسوندا 25 من الاثنين اللي هم باكم 26 وعباسي يحيى 27 مسيطرين كويس وبيعرفوا ينقلوا الكوره. وبعدين عملوا كورتين خطر من ناحيه لوماليسا اللي هو 13 ده، واحده شاطها الفيرود بتاعهم بالشمال جنب القائم، واحده الراجل اخترق من نص الملعب اللي هو باكم زوزوا وراح لغايه مصطفى شوبير قفل عليه كويس قوي وصدها بجداره. يعني انت نفس الشيء، ما فيش السيطره التامه على المباراه. يعني تحس المباراه رايحه جايه شويه، في مشكله شويه عندنا في الجزء الامامي وفي نص الملعب. طبعا انا شايف انه لو في الطبيعي انا شايف ان واحد زي قفشه لابد انه يكون موجود، ولكن انا شايف انه الراجل ممكن يكون بيفكر انه يستمر بيهم طالما النتيجه لسه تعادل، خاصه إن ممكن عايز يجهز ناس اكتر، يدي الكوكا اكتر، يدي لعمرو السوليه اكتر كوقت يعني. ايوه. وبرده بالنسبه لموديست وسام علي ممكن يبقى يحصل فيه تبديل، بس اعتقد بعد شويه. برده رضا سليم كان لازم يبقى ليه دور مؤثر. يعني يمكن حسين الشحات اللي تحس فيه حيويه ونشاط وبيعمل حاجه، سواء بيجيب فاولات سواء بي 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 بيحاول يسدد بيحاول، لكن تاو تحس انه بعيد، موديس تحس انه بعيد، عمرو وكوكا ما تحسش سيطره في وسط الملعب مظبوطه، اكرم مش واضح دوره الهجومي ايه، مفيش مفيش تقريبا. علي معلول يعني فالامور مش احسن حاجه، لكن زي ما قلت لك هي الخطوره هنا لينا كره او كرتين، واحده الموديس راح انفراد ما اعرفش ليه لعبها بالعرض كان ممكن هو اللي يجيبها جون، وفي واحده حلوه قوي اللي اتعملت الكورنر وعبد المنعم حطها براسه، دي احلى كره اتعملت بالنسبه للنادي الاهلي. فالخطوره قليله هنا وهنا، فانا شايف ان الراجل ممكن يستمر على الشكل ده رغم الوضع ده مريح الفريقين. رغم انه لو في وقت تاني اعتقد كان هيعمل تغييرات سريعه. فانا شايف ان واحد زي قفشه هيبقى مؤثر لو نزل، لانه بيعرف يعمل استحواذ ويقدر يوصل الناس اللي قدام على الجول. ليه ما فيش استحواذ وسيطره في نص الملعب يا كابتن عادل؟ علشان في بطء كبير قوي، ده رقم واحد. ان اردت انك تكسب المباراه وسهل انك لازم تسرع رتم اللعب جوه الملعب. ثلاثه نص الملعب عندهم بطء، نبيل كوكا، مروان عطيه، عمرو السوليه، كمان ما عندهمش حته السيطره على الكره 100%. دي سماتهم وصفاتهم، يغلب عليهم التبع الدفاع اكتر من الدفع الهجومي. والحاجه الثانيه تنظيم اللعب والمهاره اللي هي بتاعه مسك الكوره زي امام عاشور زي قفشه، دول نوعيه اخرى من اللعيبه. يعني يمكن عمرو السوليه هو اكتر واحد اللي يقدر يمسك الكوره،
ولكن الاثنين مروان عطيه واحمد كوكا من حته الدفاع، عشان كده انت متاخد منك نسبيا نص الملعب. اذا اردت انك تكسب المباراه يجب ان رضا سليم يلعب، يجب كمان ان راس حربه ينزل تاني زي مثلا وسام. الحاجه الثانيه رضا سليم وسام وامام عاشور ومجدي قفشه، ممكن الاربعه دول تستعين بيهم، ممكن تشتغل بثلاثه بين الشوطين انك تغيرهم، وممكن تغير الاثنين، منك هتريح اللعيبه ومنك تخلص المباراه اسرع، لان فرقه يانج افريكا فرقه خطر. يبدا بتشكيل بدري، يبدا بتغيير بدري طبعا، ليه لا؟ بص يا كابتن، حته التغيير خلينا نتكلم بمنطقيه. الاتحاد الدولي ليه عمل دلوقتي خمس تغييرات؟ علشان كل يعني 50% من اللي جوه الملعب مظبوط، حفاظا عليهم من ناحيه الطبيه والضغط على الجري والقلب، لان المباراه بقت كتير. هي جت كورونا واتعملت، بس اتعملت دي ليه؟ عشان يديك نسب في المباراه، عشان في ضغط مباريات، عشان المشاركه. لكن انت لما بتاجل التغيير، اكتر لعيب بيلعب 75 دقيقه وفي لعيب، لكن انت لما تبدا بثلاثه تجدد النشاط في 50%، انت تاخد 50% واخد 50%، يديك اولا حته مرونه جوه الفرقه، يديك دم اخر جوه الفرقه، يديك قوه ثانيه مع الفرقه. ف انت ممكن ما تغيرش امتى؟ لما تبقى ماشي كويس 100%. لكن لما يكون عندك دفاعات في نص الملعب، لما يكون عندك حته الهجوميه ما فيش سرعات، يبقى لازم تغير. عشان كده انا بقول لك رضا سليم ووسام لازم يلعبوا ليه من البدايه. اولا وسام لازم العبه وبسرعه علشان اديله، يعني عايز اجيبه، او راجل جاب جون او جونين اشتغل كويس، فعاوز اخلي رجله فانا اديله قد ايه؟ اديله 20 دقيقه؟ لا، انا عايز اديله مده سخات 45، اديله 45 عشان اجهز الاثنين للمباراه القادمه. رضا سليم مع حسين الشحات، اديك بتريح واحد اساسي وبتلعب واحد احتمال يبقى اساسي. فدي ده يعني التغييرات اللي انا بكلمك عليها مش تغييرات عشان مباراه النهارده بس، لاني انا عمري ما فصلت عن المباراه دي والمباراه الاخرى. امتى كنت افصل؟ لو كانت المباراه دي مصيريه هتوصل او مش هتوصل، يبقى افكر فيها الاول وبعدين افكر في اللي بعديها، لكن لا، انا بفكر فيها وفي اللي جاي كمان. طيب كابتن بلال، انعدمت الخطوره بنسبه كبيره على المرميين، يعني انت بتتكلم على فرصه لكل فريق تقريبا. فرصه شالها مصطفى شوبيرو، والفرصه الثانيه اللي هو مودست لعبها جامد لبيرستاو، وانا اعتقد هو طبعا كان في موقف صعب شويه، بس كان ممكن هو يخلص، ممكن يعني يعدل على يمينه ويحط في الزاويه البعيده، بس هو لعب الاسهل بالنسبه له، كويس. او الاضمن، بلاش الاسهل، لعب الكره. كلمني على الاداء الهجومي والدور الهجومي لعلي معلول واحمد واكرم توفيق، ما شفناش دور واضح ليهم الشوط الاولاني. هو دور معدوم الحقيقه، مش 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 يعني ما فيش دور بالظبط، يعني واضح ان ما فيش دور هجومي، يعني افتقدنا العرضيات. هو بالزبط. اصلا مودست مستني العرضيات. خد بالك حتى وسام برضو لما هينزل، ما هو انت يعني وسام برضو، بس وسام اسلوب لعبه مختلف عن مودست، يعني ممكن ياخد كره طوليه بسرعات، ياخد الكره ويعدي. لفارق السن ممكن نقول ان هو ممكن يشتغل في الحته دي بشكل كويس، تمام. ممكن يكون هو اسرع شويه من 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 مودست، فممكن يشتغل على الكرات الطوليه، بس انت ما عندكش، بس انت النهارده ما عندكش حظوظ في الكرات الطوليه. ليه؟ الملعب مرشوش مبلول، الكره بتنط بتجري جامد جدا، تمام. فانت كل الكرات الطوليه اللي هتشتغل عليها مش من نصيبك. لما يبقى الملعب بالشكل ده، لا، يبقى الحظوظ للمدافعين اكتر من المهاجمين. خد بالك، وده احنا شفناه في اكتر من 3 4 كرات بتتلعب، الكره طوليه تنط حسين الشحات تطلع بره، بيرسي تاو تنط تطلع بره، حتى الكرات اللي بتتلعب يعني عرضيه، الكره لما بتطول سنه في الملعب اللي زي ده الكره بتطلع بره. يعني فلسفه مين ان هو رش الملعب بالشكل ده؟ ممكن تكون فلسفه النادي الاهلي يعني، تمام، او فلسفه الراجل اللي هو مثلا عايز الكره تبقى سريعه في الملعب بشكل كبير، يعني الكره تبقى سريعه ما تبقاش بطيئه، تمام. يبقى عندك سرعات بتجبر الفرقه اللي قدامك انك تلعب بسرعه، ويبقى عندهم مشاكل في الحته الهجوميه بشكل كبير. انما يا كابتن ايمن، احنا مشكلتنا حقيقة بتتلخص في نص الملعب، تمام. هم اسرع مننا في نص الملعب، فالمفترض ان احنا نعمل ايه؟ نبقى احنا يبقى كرتنا اعلى في نص الملعب. انت مش تقدر تجاريهم في السرعه في نص الملعب، لكن تقدر تجاريهم انك تمسك الكره بشكل كويس، تستحوذ بشكل كويس، تنقل بشكل متقن، تمام، تتحرك كتيم واحد. انما انت النهارده بتعمل ايه؟ انت بتلعب زي ما بيلعبوا بالظبط، انت بتمسك الكره في نص الملعب بسرعه، بتلعب الكره قدام، ترجع لك الكره بسرعه تاني. فانت المفترض عشان تكسب فرقه زي دي وتلعب كويس، لازم يبقى نص الملعب عندك فيه تقل شويه، مش تقل في مش بطء،
بتكلم يعني تمسك الكرة يعني. تهدى رؤية. تغير رتمك شوية. الرتم السريع مش لمصلحتك واضح من أول من أول الماتش النهاردة. الرتم السريع واضح انهم لمصلحه الفرقه الثانيه، هم بيضغطوا جامد جدا، سرعه جامد جدا في نص ملعب، بيتحولوا بشكل اسرع في نص ملعب، لكن انت اخطر في الحته الهجوميه لما بتمسك كوره، لما بتمسك الكوره بيرستو بيعدي، لما بتمسك كوره حسين شحات بيعدي، ورحت يعني تقريبا من الدقيقه 35 ابتدى يبان لك شكل وخطوره لما ابتديت تمسك الكوره، لما ابتدى حسين يمسك الكوره، لما ابتدى بيرستو يمسك الكوره ويلعب، لما ابتديت تعمل الدبل باس بقى يبان لك شكل. فالنهارده احنا محتاجين في نص ملعب النادي الاهلي انك تبقى اهدى من كده شويه. ممكن اتفق مع كابتن عادل ان احنا محتاجين تغييرات. محتاجين تغيير في نص ملعب. ممكن النهارده يبقى في دور لمجدي قفشه، النهارده ممكن يبقى في دور مهم جدا لامام عاشور، ممكن يبقى في دور لوسام ابو علي النهارده في القلب الحته الاماميه. ف يعني والتغييرات انا بشوف ان هي تبقى تغييرات بدري شويه عن كده. خلاص انت اتفضل يا كابتن. يعني انا مش مختلف مع عادل وبلال وشريف في موضوع التغييرات. انا بتكلم في ايه، ممكن تكون وجهه نظر الراجل ان عايز ادي زمن اكتر لبعض اللعيبه في الملعب، لعمرو السوليه اديله مثلا 70 دقيقه، اديله على اساس نتيجه الماتش مش فارقه معايا قوي وبجهزهم. لكن الطبيعي زي ما هم بيقولوا ان انت محتاج فعلا تغييرات، محتاج واحد زي امام عاشور، محتاج واحد زي قفشه، محتاج واحد زي وسام علي، لو كتغييرات سريعه انك انت عايز تعمل نشاط اكتر للفرقه. بس هو ممكن يصبر، انت عارف، بس انا بقول لك ممكن يصبر، عارف ليه كمان ما يغيرش دلوقتي، عارف ليه كمان يا كابتن اسامه؟ انت سرعه الاداء اللي بتلعب بيها قوي مخليه الطرفين بتوعك مش عارفين يطلعوا شغالين. ليه؟ لانك بتستلم في نص ملعب، بتلعب الكره سريعه قدام، مش مدي فرصه لمعلول يتحرك. يعني الاول انت كنت بتعمل ايه؟ تستلم وتسلم وتروح، فيبتدي ايه معلول يتحرك، فيبتدي اكرم يتحرك الناحيه الثانيه. انما انت بتلعب كرات سريعه جدا، يعني في نص ملعب كره بتيجي لمران تك يقوم لاعب قدام، كره بتيجي لكوكا يقوم لاعب قدام. لا احنا عايزين نشوف الشكل اللي هنلعب بيه قدام الزمالك الشوط ده. لا مش شرط، بس خد بالك انت برضه، انت خد بالك فني. لا انا بعد اذنك انا النهارده مش هجيب الناس اللي قاعده بره دي وهقول لها طايره انزلي بقى ماتش الزمالك على طول، لازم اعمل ايه؟ تحضير للحكايه. لا 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 شرط شرط. انا كمشاهد وكمحلل عايز اشوف الوجه الاجريسيف اللي انا هلعب بيه عشان احتفظ بنهائي كاس مصر. انا عندي واملك، ونفس الكلام اللي احنا قلناه كلنا، ما احنا نملك ناس كتير، او ده مش هجيب لا امام ولا هجيب حد، ولا هندخل ابو سليم ولا هندخل كريم فؤاد. مين ابو سليم؟ ابو اسمه ايه؟ اسامه ابو علي. كويس. انا فين كريم فؤاد؟ راجل شغال الماتش اللي فات زي الفل، وبيجي كريم فؤاد كمان بيستريح عشان الماتش اللي هو بقاله فتره ما بيلعبش. بقول لك ايه، احنا بنشتغل هنا رؤيه الدنيا كلها اللي بتتفرج زينا، رؤيه مشاهد، مش لا مش رؤية، لا رؤيه محلل ولاعيب كوره، لا انت تتكلم عن نفسك، انا بتكلم عن نفسي انا. انت خبير يا كابتن. لا بص، بقول لك ايه، احنا قلنا حاجه، بقول لك ايه احنا عايزين نشوف الشوط ده مكسب، والوجه اللي هيمثلني في بارك 1 في الجمعه الجايه باذن الله. وانا عايز حاجه مهمه برضه يا كابتن. اتفضل يا كابتن. انا عايز ابقى الاول علشان العب المباراه القادمه. صح ماشي. مع فرقه اقل. انا ما زلت بره ملعبك، تلعب بره ملعبك، انا ما زلت الاول، وده الهدف. لا ما هو انت تلعب بره ملعبك الاول يا كابتن، يبقى عندك عوده عندك ميزة هنا على ملعبك. عندك ميزه من يعني بقول لو لا قدر الله انا كده. انا خايف من المباراه دي، اني ممكن لو ما جبتش جون اي لعبه عشوائيه منهم تقدر يجيبوا في جون، تطلع خسران فتخسر المركز الاول، ولو خسرت المركز الاول هتخسر حاجتين مهمين. رقم واحد تلعب المباراه الاولى بره وبعدين ترجع المباراه الثانيه. رقم اثنين انك هتلعب فرقه اقل من الفرق اللي هي هتبقى التصنيف الثاني. رقم ثلاثه هتخش كمان قبل النهائي، والنهائي ممكن توصل انك تلعب الفاينل ثاني مباراه على ملعبك. تمام يا كابتن. ايوه تمام تمام يا كابتن. مفيش حاجه. كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي الشوط الثاني للحفاظ على الصداره. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.